الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال: صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. عاوي إن شاء الله تعالى ودرسي اللبات كتابك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها لشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. أشرف عاوي حقب الأمانية ونوسو دميي تحت عنوان صلاة المريض جالس، صلاة يعني صلاة المريض جالسا. حديث أهو صيح: وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة. وحن كسو هلا إنه قد ميي قفك جرا صلاة دي اسمر كنت كان أيوه وفري كنت كان أيوه والنبي عليه الصلاة والسلام لقصوا هلا السحابي باو سير قبي وكنت كان أي فري كنت كان أيوه أما النبي عليه الصلاة والسلام ويديي أرنتاس نبي قلنا ويري استا كنتكو هدي أد أودين فردي كنتكو هدي أد فردي أودين لنا عدنا عوتكو. وحن نوصد دمي حديث كي نبي عليه الصلاة والسلام لقورنا أي أما لي هاي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض فقال: إن صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم. دم النبي قوي من فرديه وفرد كنت كان يحمه هي أوجد نبي مركو حكويري قف كفرد كنت كذا وحهليا أجرك وحهليا قفت يعني بركيس. وعاد صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وبوغضي مريضا قف جرمبو بوغضي فرآه نبي وح أركي يصلي قفك أو كنت كان على وسادة البركين دشت فأخذها نبي وكقاد بركنتي فرمى بها نبي وكطوري قفبو نبي قوي مجرن وارتيس الكتاي كنت كان يا محي بركنتي كنت كان يا وسجود اللي كان قارسيني نبي وكقاد وكطوري فأخذ نكي وحو سوقاتي أما قفكو وحو سوقاتي عودا قرب سوقاتي عود مركا وحل يدا يعني وخشبة وقيت تير جلع سنويح أولي رو جلع سنو كل قعصن بسوقاتي سوق سجوده ليصلي عليه سوق درتكده فأخذه النبي وكقاد فرمى به النبي وكطوري وقال النبي وحير صلي وكنت كبي على الأرض لك إن استطعت هذا أوده وإلا مياه هدي أدن أودن لك إن كنت كتو فأومي إشار إيمان إشارة 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 بإشارة مركز سجود السيد إنه ارتضى إذا توح وين أخشود ما لولك هذا لولك أجرسين وإذا وجهي لولك هذا أجرسين وذي هسوق أنا واحد كنت كتو سيني كسوق له واحد سمين كرتا سجود لولك ما راح ديك هذا سرتوب وإذا وإشارة سكريه ساس أو إشارة بس واجعل واحد يشى سجودك سجود هذا واحد يشى أخفض ملك هو صيصه من ركوعك ركوع هذا ومثلا مثلا سألت كان يسي سجود أنا ما أودد لولك إنه أجرس وجهه ركوع ذا ميلها سقينيسا سمع الله لمن حمد سجود دينا وحويان ميل كيرا خوزي سنكا سوكرا بقينيسا بركا واحد لدينا يهي إنا شيء سوقاته خورتا ديكتو كو سجود ايا لدينا لولك كو سجود لولك هدي اي سورتا قالا هين إشارة إنا مدحا إشارتا لدونا يا وركوع ذا نحلك ميلها قارسيسو سجود دينا كو هوس مريسا ميش ركوع ذا بيسي. الصلاة في الصفينة صلاة دا لو قلتو كان ايوه في السفينة دون تدشيادة أو مركب تدشيس. وسئل صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحل ويديي عن الصلاة في السفينة عن الصلاة صلاة دي حق ذا لويديي
في السفينة سفينة أو مقف كتكنية دون تدحي مقف كتكنية. وسئل صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحل ويدي عن الصلاة الصلاة دي بل ويدي في السفينة دون تدحي كتكنية. فقال نبي عليه الصلاة والسلام وحجري صلي فيها قائما صلي كتك فيها دون تدحي قائما أدقو تاقا إستا كتك إلا أن تخافين كعب ستموية الغرق إن الغرق كعب ستموية يعني إن بيوه أي كوضفان وقرقون تمو يعني إنت كالإستا كتك مكا دون بقى كتك مثلا سارن تهي الدنيا كما وين ما أنت مراكبتان وما هلقها لما يدون يربا كتك يعني فلقها لا بيوه لقيا لك سوق قاران مركا إستا كتك إلا إنا كبغض بيجينك سوق قاران وقاتان مو يعني مركا فلبا كتك نسا صلي تك فيها دون تدحي قائما استا كتك إلا مو يان تخاف إنا كعبستو الغرق قرقون إنا كعبستو مو يبيه كما شيئا. ولما أسن صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام مركو دأوين هذه وكبر أوين هذا النبي عليه السلام دأ لسويلاتي اتخذ النبي بوحو سميست عمودا تير بو سميست نبي مركو دأ لسويلاتي اتخذ النبي بوحو سميست عمودا تير بو سميست في مصلاح ماشي وكتو كنايو يعتمد عليه وعسكنايه مركا وحكا لو كوبنا هدي استاقي كل بايو إنا شيء عسكتو حديث كان يساقاهي النبي قال لقورنا يعني أبو داود يحاكم النبي قال عليه الصلاة والسلام وحو سميست التير وعسكنا يو مركا وكتو كنايو ماشي مصلاح وكتو كنايو أيو سميست مركا انت استاقي كرتو إنا استاقي تلقى مارما ويان القيام والقعود في صلاة الليل سامر كورسوت المان حالي صلاة ده فرد كاهي لما أقول إنا كنت كتان إنا فرد كنت كتان لما أقول صلاة ده فرد كاهي وواجب ويان قفك صلاة ده كنت كدو إستا كنت كدو إلا يعني إنا دران وقتمو يعني أما صلاة ده سنة ده أهي صلاة ده سنة ده أهي فردنا كنت كتان استغلوا كتوا كرتا لكن مركز فلو كتوا كتو أجر كاري واحد هليسا قفتو كان انتو هليها بركة بحث هليسا مركز انتو وحن كقلينا القيام والقعود في صلاة الليل استغلوا كتوا كنايو يفرق لو كتوا كنايو صلاة الليل وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا وكان وحوها النبي عليه الصلاة والسلام يصلي متك ليلا هبينك متك انجري هبينك أسو طويلا دير بوتك ري النبي عليه الصلاة والسلام قائما قائما النبي استاق بوتك ري هبين دير بو النبي بوتك ري هبينك دير بوتك ري النبي عليه الصلاة والسلام استاق بوتك ري والليلا طويلا هبين دير نو تكناي قاعدا فدب النبي عليه الصلاة والسلام كتكناي وكان إذا قرأ النبي مركو أخريو قراءة قائما استاكو أخريو ركع النبي واستاق وسجود والركوع عليه قائما استاق بكركوع عليه انت وحويان نبي هبين دير بو تكناي استاكو تكناي هبين دير وكلنا و تكذا فدب كتكناي يعني لبدوا بنات لبدر وبنات فرد كتكتو ينا استاكتكتو الصلاة السنة ده وبنات مركو لك انت وحوك العدين يكلا هدين نبي استاكتكتو مثلا صلاة ركوع ده استاك بكو ركوع جري هدو فرد كتكتنا اسوا فرد يركوع جري وكان إذا قرأ مركو النبي قراءة أخرية هبينك قائما استاك بكو قراءة أخرنا ركع النبي وركوعي قائما اسوا تهاجر استاك بكسر ركوعي وإذا قرأ مركو قراءة أخرية قاعدة فلو كتو كدو فلو بكو أخرية قراءة سوى فلية ركع النبي وركوعي قاعدة سوى فلية ركوعي وطعم عنه دو حويان استاقبوا النبي وكوب بالله مثلا سلاة مفر السنين مركو ركوعي ركوع دا عادو سوى ركوعي هدو فلو كتو كدو مثلا سلاة ليلكي فلو بكوب بالله وكتو كناي ركوع المكل سوى قارو هم استاقين سوى فلية أي ركوعي ساسو حديثك يعني معنيسو أنكو علي حديث كان وكان صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام يصلي مت كذا الليل هبين طويلا دير قائما نبي فرد استقبل كنت كناي والليل هبين طويلا ديرنا قاعدا نبي عليه الصلاة والسلام فرد كنت كناي
وكان إذا قرأ النبي مركو أخريه قراءة وتكناي وحوها نبي قائما مثل كنت كذا وكان إذا قرأ قائما نبي وحوها مركو كو أخريه قراءة استاك ركع قائما استاك بكسر ركوع النبي عليه الصلاة وإذا قرأ مركو أخريه قاعدا فردي كو أخريه نعم فردي كنت كذا لقى وضعي ركع قاعدا سوى فردي أي ركوعي وكان أحيانا يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس وإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع وسجد ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك وكان وحوها النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا ما مرك قارك النبي وحوها يصلي مت كنت كذا جالس فردي بالنبي كنت كناي فيقرأ نبي عليه الصلاة والسلام وأخرنا فردي أسبوك وأخرنا والحال هو يسوي جالس وفرديه أم كعري تاس وكان وحوها أحيانا من مرك قاركود يصلي مت كذا جالس النبي فردي بكنت كناي فيقرأ قراءة وأخرنا وهو جالس سوى فرديه مرمر نبي صلى الله عليه مركو بلابه فردي سوى فرديه بلابه صلاة كنشي وإذا بقي مرك كهرته من قراءته قراءة سي قدر ما يكون 30 إن لا يقصد آيات أو 40 أما أفرت آيات إن لا مرك وهرت الركوع قام النبي واستاجي فقرأها وأخرنا يصد كأيضا أفرت كأيضا لنا وأخرنا وهو قائم يسجد تاجا ثم ركع النبي وركوعه وسجد النبي وسجده tan waxa weeyaa nabiga kaleey salaatu wasalaam mar marka qaar kood waxa dhici jirtay inuu fadhi nabiga ku tukado markii uu fadhi ku tukado intuu ugu talagalay ragacadana ku tukado qiraada markii waxa uu ga dhimantay istaagay midalan walla ay masuud aad bay ilaahay salaada soo qaadano albaqara midalan nabiga kaleey salaatu wasalaam ana بوكس بصوت كذي وحنا وطلع قلي رجعتنا كنت كذا إلى سيقول جسكه صيح فرد يوم ركوب بلاي قناة كسر بلاي وإذا ابتلى إبراهيم مثلا مركو مراي ومغراه ضمي وكهر رئيس يقول سفاء مركو هلك مراي استاجع يا مرك أنت كده من جسكي وطلع قلي استاجه استاجه بكل مانية كبعد وركوع عيا وسجود عيا رجعت الله بعد نسيت كل يلا يا فرد بكوب بلاي يا مرك وجهرت وحير أنت كل ركوع لا استاجع يا ودما يسنايا كبدا ركوع السجود انت اسويه ان معنيد ان كعيلك وكان احيانا مركه قاركود وحا يصلي مت كذا جالس اسوغ فدي بنبي كنت كان جري فيقرا النبي واخرن جري وهو جالس اسوغ فديا فاذا بقي مركه كهرتو من قراءته قراءه اخرنا يا مركه كهرتو ورقعد كو اخرنا يا مركه كهرتو قدر ما يكون وح هذا 30 او 40 ايه صد اما افرت ايه مركه ودمنتهي انت اوغ تلا قال رقعد ان كنت كدو مركز صدر أيضا أما أفرت أيضا لمن تهي قام النبي واستاجي فقرأها النبي وأخرنا أنت لمن أنت وهو قائم ثم ركع النبي وركوعي وسجد النبي وسجودي ثم يصنع سميني في الركعة الثانية ركعة اللبان مثل ذلك سأسوكر أيو سميني يعني كل عليه صلاة سلو فهمه مثلا فرد من النبي كوب بلا بجري قراءة البقرو صوب بلا بي وحل الربعين كنت كذا مثلا ركعة داس تشسكو هرية أو سيقول تجايه فدي بوكو بلابه يوسو اخرنا قراك مركو مرايا ويديت لا ابراهيم ربو بكلمات مركو كمرايو ايو استاغاي مقرايا حرت مركو استاب كو دمهنا كبعد وركوعايا وسجودايا رغعد لما اساسو كو سمينايا وانما صلى الصبح قاعدا في اخر حياته لما اسن وذلك قبل وفاته بعام وانما صلى النبي وقت كذا الصبح سنه كذا قاعدا سو فديا في اخر حياته noloshiisii gabagabadeedii noloshiisii u dambeysay noloshiisii gadaasheedii yaani markuu sii dhimanayo laga wadaayo lama asanna markuu duqoobay lama asanna markuu yaani daoobay nabiga da gaaray ayuu nabigu wuxuu ku tukaa subaxda subaxda waxa la yiraahdo sunna weeyaan wa inma salla nabigu waa tukada subaxda sunna ayuu tukaday qaacida fadhi buu ku tukaday fi aakhir hayatihi noloshiisii xaggeedii dambe noloshiisii u dambeysay لما أصنّ مركو الدقوبي نبي الدقوبي وذلك أرن كاسن واحد قبل وفاته انتهى لما بعام سنة كهر لما شديد سنة كهر بهيت أيو النبي ومرسو نكتو كذا فردي
قاب كما كفر قلت كان هاي السبب في عن إن لو فريسته وكان النبي هو يجلس مثل فريسة متربي عن أفرجس النبي فريسة لبلا لغو وصلوا الأفسد ويا لبلا لغو وصلوا الأفسد أيوة النبي تونجي لبلا لغو وصلوا الأفسد أيوة النبي عليه الصلاة والسلام تونجي متربي عن الصلاة في النعال والأمر بها الصلاة في النعال والأمر بها الصلاة الصلاة في النعال كبه اللي قلت كان يي والأمر بها إلا أمري أنت واحد هقول لنا صلاة كبه اللي قلت كده الحمد لله رب العالمين واحد أستاذ سديتمات كي يبان حوزتها مركز دروس تاس لغادن جري سديتني سقال كي تدخل السوم برسين كرواي كبه اللي قلت كان يي وتعايد يشبهات وغفرين صلاة اللي قلت كان يي كبه اللي قلت كان يي تاسنا واحد هيد يعني أقول الله وهي سي يعني النبي عليه الصلاة والسلام حديثه لكن الحمد لله رب العالمين هذا ويف أفتار داسي وحين نقدم هذا مهارته مران كذا يراد من وقته الصلاة في النعال والأمر بها صلاة اللي قلت كذا في النعال كبها يو الأمر بها إن لس أمره وكان يقف النبي عليه الصلاة والسلام محمد استاجه من كنت كان يو حافيا أحيانا حافيا يسوى عقعد أحيانا مرمرك قاركوت ومنتعلا متك بقشن أحيانا مربرك قاركوت نبيه صلى الله عليه وسلم وحوها متك ذه وإستاجه يسوى كبيه سقبه مربرك قاركوت مربرك قاركوت نبيه وحو تكنجري يسوى عقعد بتكنجري وكان يقف النبي وحوها مد إستاجه حافيا يسوى عقعد أحيانا مربرك قاركوت ومنتعلا وحورها متك بقشن أحيانا لما مركا قاركو مركا توقن أيو مركا مرنا وكبوكو توقن جري مرنا عقعدامكو توقن جري أنا كان أستغن أبو داود بن ماجه أي الله يسو أخرنا يسو نغل الله وابا أرتان كتاب يعني وسبح كلية وهو حديث متواتر كما ذكر الطحاوي أحاديث تكوتي من نوعا عند أنت المامي أن النبي وكبوكو توقن جري مرنا عقعدامكو توقن جري وأحاديث متواترة وياه سيد إمام الطحاوي رحمه الله تعالى والشيخين وأباح ذلك وأبني أرنك لأمتي ومديس فقال وحيري نبي عليه الصلاة والسلام كباه اللي قلت كده ومديس وأبني نبي وحيري إذا صلى أحدكم قفكين مركو تكن أيوه فليلبس عليه كبيس هكشض الله بديس كبوت هكشض بروفيس نبي عليه الصلاة والسلام وحيري قفكين مركو تكن أيوه هكشض عليه الله بديس كبوت أو ليخلعهما أم هيسكسي بأو بين رجليه لبدي سلوه حضها لكم ولا يؤديان كل بن بهما لبدي كبوت غيره غير كيس حديث كان يساقه هي أبو داود يبزار بوري وحانا سيحي يلي حاكم رحمه الله تعالى ووافقه ذهبيه رحمه الله تعالى حديث كان وحوية النبي عليه الصلاة والسلام بوح أمري سحاول مركز تكنا يا أبو يلي قفكين مركز تكنا يا كبيس هكا الشضو أما هايسك السيبو الله بغض لغو حيو الهردقو عنا يانو نبن ويعني واحد لقوضا قف هرتي السيئ قف مدك يعني مدك تهذا لك توقفكات تاغنية هاي بيث توقفكات تاغنية هاي لما وقلا إساقا نوشيق دونا إن شاء الله تعالى حديثكو إيمان دونا نوشيقا يميشا كباها ديقيسي وأكد عليهم وحو النبيقو كؤت كي الصلاة فيهما نبي ومدي سوح كؤت كيبا الصلاة فيهما إني كنت كذان كبح دحوض أحيانا ما مرك قاركوت أحيانا ما مرك قاركوت كؤت كي إني كنت كذان كبح فقال وحي النبي عليه الصلاة والسلام خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم خالفوا خلافة اليهود يهود فإنهم يهود لا يصلون كمت كذان في نعالهم كبهودا ولا خفافهم خف كودا كمتو كذا يهود خلافة كمتو كذا كبهودا خف كودا كمتو كذا لا بضبط كتو كذا ويا وكان ربما وحدي هاي المركة قاركود نزعهما مد كسيبة نبيه من قدميه لويس كسيبة يكبها وهو يصو في الصلاة ثلاثة كجرة وحد عضي النبي عليه الصلاة والسلام سوقت تكن يمالي مالمها كمدة إنه كسيبي كبيه كسيبي محل لها كبيه إنه كسيبي عجيز ثم كبعدي
استمر وحسي وتنبه في صلاته صلاة ديسة كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. أنت واحد تلام دون النبي عليه الصلاة والسلام مالما المها كمية تكنية وصلاة دي كجرة مالما المها كمية تكنية النبي عليه الصلاة والسلام أيو النبي كبير إسكبح الشيء صلاة هذه حقه إسكبح لقية صلاة النبي وسيوت تيوم ركا الله. وكان ربما نزعهما نبي عليه الصلاة والسلام واحد عظيم مر إنو سيبه وحوها مر نبي إنو سيبه كبيه سن من قدميه وكسيبه لويسه كسيبه وهو في الصلاة سو صلاة كجره. ثم كبعدي استمر النبي وسيوتي في صلاة صلاة سيبه سيوتي كابحين كبه كليو بحش كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سلو الشيخ السحابي أبو سعيد الخدري واكمل حديثك. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما كان في بعض صلاته خلع عليه فوضعهما عن يساره فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم فلما قضى صلاته قال ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت عليك فألقينا نعالنا. فقال إن جبريل أتاني. أبو سعيد وحجري صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام بأن تكيي أما نتجيي ذات يوم مال مالين مال مها كم ذا فالنبي عليه الصلاة والسلام نتجيي فلما كان في بعض صلاته فلما كان مكر النبي أهذا في بعض صلاته صلاة ديسة لحظة هذا مكر النبي أهذا خلع نبي واسيبي نعليه لبدي سكهود بنبي سيبي فوضعهما نبي عليه الصلاة والسلام كبير وحدقي عن يساره بدعي سوريا مرحي كليا تكنيسي لما أقلا كباهنا الميذ بيته هدي أصف كجرتنا بدعي لأنت لما أقلا لبدا بلغو الحضار إيسا هذا النبي كليا يسبت تكني يعني صف كوري سأهري لنكي يسبت بدعي كباري نبي كباه بسكسي بسوق تكني صحابة الصلاة كوجرة والوجرة نبي عليه الصلاة والسلام وسكسيب محي كبير وسكسيب فوضعهما لبدي كواب نبي قحر دقي عن يساره لنكي سبيح ذا بوري فلما رأى الناس فلما رأى مركي أركين الناس ضدكي النبي عليه الصلاة والسلام كبير سيب مركي أركين خلعوا ويسيبين نعالهم كبهودي بسيبين فلما قضى مركو لما يستنبق صلاته صلاة ديسة وقال النبي وحير ما بالكم حالكين محيهي ألقيتم أضب حسين أطورتين نعالكم كبهن نبي مركبها بحيه كل كبير بس كبير بحيه وأنا مساجد كوكو صلاة بالوجرة مركو كبير بحيه بو نبي وحير كوير مركو صلاة كبهي ورمحا إذن كبير على كبير سكبير حسين جواب توقف رسالة مركب إلا وحي يقول أقيه نبي حلقي سويانو وحي يبا إيمان كره. قالوا وحي إلى رأيناك وانك أرقنا ألقيت إنا بحسي أن عليك كباهي فألقينا أن نقول وانطرنا بحنا أن عالنا كباه نقي فهانك أرقنا رسولك لا يؤذوك به السيبي أن نقول ما سيبي. فقال نبي عليه الصلاة والسلام وحي لي إن جبريل بأتاني إيمي فأخبرني وحي إيشيغي أن فيها كباه لحوض إني أهاتي قدرا وسخ أو قال أذن لب أسكوا سقويا وفي رواية خبثا قرن قدرا أذن يخبثا كل واحد وسقي قرن يحنا عسكرا فألقيتهما أنوبنا مركزان كبير إسكبحش مركو جبريل إيش شاقي إن كبير وسخ ليهين با كبير إسكبحش. فإذا جاء أحدكم هذي قفكي ماذا ما كان نبيك مقصوش شاقي وحو كبير إسكبحشي أيو فيهانسين يا مركب مركب مزاج سوق الأيان وحي السمين الله يعني. فإذا جاء مركو يماذو أحدكم قفكين إلى المسجد مساجد كمركو يماذو فلينظرها إيغو فين عليه اللبدي سكبوضها إيغو فإذا رأى مركو أركوه قفكو فيها لحظة إني قدر أنتها وسخ أو أذن أما رب وفي رواية أخرى خبثا وسخ وكو أره كبيسة فليمؤرا كما سكحورا مورا كإماذا مورا فليمسحهما هم صحو وليصلي فيهما هكوتو كدك به نبي أنا أمر يسوع مرتا. وفكر مركو مساجك يبقى إلي كلمة ما أطلب مساجك.
كبها فيرنا يسا هذه كبوه إيه أتقو أرتو حلا أنا وسخ بيها كم وقت رولك أبو حبي سمك أما صح يسا كبعد يبقى كتو كنيسة كبعد يبقى كتو كنيسة حديث كان كل عشرة ريال إن شاء الله تعالى وكان ربما نزعهما نبي وحلقيا بأنه سيب كبيسة من قدميه الوها كسيب وكبها وهو في الصلاة سترد كجرة ثم كبعد استمر نبي وسيوتي في صلاة سلاديسي كما قال أبو سعيد الخدري سيد الصحابي السيري صلى بنا وحنا تجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مال المال ما كمده فلما كان مركو نبي هذا في بعض الصلاة سلاديسي قيل كمده الأحياء مركو هذا خلع نبي واسي من عليه لبس كبوت فوضعهما نبي وحده كبيه عن يساري بحديثة فلما رأى الناس وضتك مركي أركان النبي كبه بحشي خلع وي بحشي أن يقول أن عالم كبوتي فلما قضى نبي مكو رما يستي صلاته سلاديس قال وحو نبي وحو يري ما بالكم حالكين ومحوياي ألغيت معضو بحسين أطرتين نعالكم كبين كبه محوض بحسين قالوا وحي يرادين رأيناك وانو كأرمني ألغيت إنا بحسين عليك لبادة كبوت فألقينا نقرأ وانو بحين نعالنا كبه نجي فقال نبي مركو وحو يري إن جبريل جبريل بأتاني إيما نجا فأخبرنا وحو يشاقي أن فيها غدرا إنه سخ جران أو أذن أما دبليهين وفي رواية خبثا مركو دبتاني وسكل وسمعنا ويا كبه وحو يشاقي إنه وسخ ليهين مرك النبي عليه الصلاة والسلام وحير فألقيتهما مركاسان كبير بحشي فإذا جاء مركو يما أحدكم قفكين إلى المسجد مساجد مركو يما هذا فلينظر هأيغو فين عليه لبيس كبض هأيغو فإن رأى هدو كبها كو أركو فيها لحلد قدرا هدو صح كو أرك أو قال أدم أمر نبي كو أركو وفي رواية أخرى خبثا هدو صح كو أركو فليمسحهما هترترو وليصلي فيهما هكوتو كذا كبير مرك وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره كان نبي وحوها إذا نزعهما أمره كبايس كبحشه وضعهما نبي وحو لقاية كبيسة عن يساره نكبه إذا كان وحو عدين يهدي كبيع بحصي حقيقة يساري أمرك فورتار الله موقلا مدك تهديقه في كاتي الله موقلا يهدي كلابا بيحذي أوريك يسا هدي بيحذي لقال جرانا حقيقة يسا لبلو رحوه مرك حديثتها ما شيء إن شاء الله تعالى وكان يقول نبي وحورنجر إذا صلى أحدكم قفكين مركو تكنيه فلا يضع يانوريجن إن عليه اللبدي سكبوت عن يمينه مثليس ولا عن يساره لنك بدح ذان يانوريجن أو فتكون مركا نقطه عن يمين غيره قف أن سجاه المثليس بن قنسة قف كلا مثليس بن قنسة أنك عليه تاس إذا صلى أحدكم قفكين مركو تكنيه فلا يضع يانوريجن إن عليه اللبدي سكبوت عن يمينه لنك ملك تيار ملك بيس ولا عن يساري لنك بيح لن يار ملك أو فتكون مركا النقطه مركا بيح لدكته عن يميني غيره قفك لملك تيسي النقطه مركا بيح لهذا مركا تكريسي وقفك لملك تيسي وي لما أقرأ مركا ملك تقف لدكته إلا موي أن لا يكون إلان وهان أحد قف عن يساره بيح ديس بيح دي قفك هدان عدي كجر مركا بيح لدي يساوي وليضعهما قفك هردق كبيس بين رجليه لبضه ورحوه هذه مدق بيدح لقاحيه مدق لما أقولين هذا يلا بيدح لما أقولي هذا نعدي كاحيه قف بكاحيه محاصر من السلة هذه قف كاحيه قف كمدق تسيب نقرسه كم يمرق واحد يجلس لبضه ورحوه يجلس الصلاة على المنبر صلاة أو منبر كا لو قلت كذا الصلاة الصلاة دي على المنبر المنبر كله تكناي حديث كان صوص على وحوية نبي عليه الصلاة والسلام مكان حال بلابة يمن المامي صحابة ذا والنبي يقول حبر يقاب كله تكناي حديث مرة صوص شيء الصلاة الصلاة دي على المنبر المنبر كدوش اللي تكناي وصلى النبي قوات كذا صلى الله عليه وسلم مرة تمر بالنبي قلت كذا على المنبر المنبر كله كذا وفي رواية رواية كلا واحد هذا حديث كان أنه منبرك ذو ثلاث درجات صدح جران جرامد أصحي أبوها صدح مرض عكت صلى الله عليه وسلم كلا فولا يو كو لابو صدح صدح جران جرامدها شيخ هوس بكو قبت وحب ليه هذا هو سنة في المنبر وات السنة منبرك واتس أن يكون ذا ثلاث درجات منبرك إنه يهب للدون يا سنة أهان صدح إلا كو مكفورة لابو صدح لا أكثر وح كبدا لما أقرأ
والزيادة عليها بدعة أموية ليه ترجدا يعني عقد مثل صار أيه وصدق لقب ديا وبدعاء أمويين تي كانوا ويا لما نقول ليش رحمه الله تعالى فقام عليه النبي منبر كين توف ولا يبغى كدر يستعجي فكبر بلو في الصدق نويت أصلي فرض الظهر لما ورا نويت أصلي فرض العصر لما ورا قام عليه النبي منبر كين كدر يستعجي فكبر وتكبر اسمه النبي الله أكبر بيه الله أكبر لا تكيم حس ما يمكنونه من نويت أصلي بلا مايا وكبر الناس ودتك نويت تكبير صدان وراءه قداشيس وهو النبي قلنا على المنبر منبر كوساري مرك منبر كوساري ميس كرة وساري صلاها الله أكبر بجري كل الله أكبر هذا وحديث كل بعض من الله صومر نوي والنبي عليه الصلاة والسلام من حديث ده حاضر ويان وان لنا مر بالنبي الله أكبر بكبر هذا ثم كبعد ركع النبي وركوع وهو النبي وعليه منبر كسارا ندخل وضعونا يا وانا تكنا يا ميال سرئيس النبي وفولا ماشي سرئيس وكدر الركوع النبي ثم رفع النبي صنوغ ما تحكوا رسوقا سمع الله لمن حمد وير سمع الله لمن حمد مركو ماشي ميال ساقة تاقة وصروي لو مسجود كريا ويرتهاي فنزل النبي وصدقي القهقرة كذال كذال بو النبي وصدقي إلى ما مر كمل صوف ولاي نبي عليه الصلاة والسلام صوف ولاي كده جتانك وينه قدال بك يحتمرك قدال قدال بنبي قد تري حضانه قدال قاو دقي النبي قبله كده سنة يمرك لا مرة بمرك ثم كبر رفع النبي وسمع الله لمن حمده يقرب أخصوك عي فنزل النبي قوة دقي القهقرة قدال قدال بقد تري حتى سجد إلى النبي كوس الجودي في أصل المنبر منبر كسلك سنة كوس الجودي ثم عاد النبي قال الله أبتي رجعت ورا ما يستي رجعت له هذا لو استهجى يسمع كر بكل الله تمرك فصنع فيها النبي قوى سمي رجعت له بعدنا كما سيد صنع وسمي في ركعة الأولى رجعت له رسول سمي وكل النبي سمي ثم كبعد حتى فرق إلى كفر رقي من آخر صلاته صلاتي سجداش يعني إذا كبدي والنبي قل مي ثم كبعد أقبل نبي وحو سوق قابلي على الناس ذاتك وسوق قابلي فقال نبي وحو يري يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي يا أيها الناس تدو إني صنعت هذا أرك وحو سمي ومنبر كنت فولا قلت كذي لتأتموا به إن قد يطان ولتعلموا ولتعلموا أدبرتان أوغاتان صلاتي صلاتي ولتعلموا أدوغاتان أوبرتان صلاتي صلاتي سأو واحد نسمي واحد كلمة هاني إنا صلاتي إذا برتان وديتان مرضا حقا مركا قفك ودوس النبي وسن لجوغين سيا صلاتي برناي وقوة ونلوس نغلي صحابتي تابعينتي حق السلافة كله ونلوس نغلي نبي سؤتو كنجر أو دوان لوكين إلا حتى أتكارت هوس وآخر ماي نبي استفتاح أو كله نوعية ذكر دون لوك يعني وإحنا ما كنا يقصوا المجرى هذا الدنيا مركز رأسته أضمر توي هذا الدنيا سعي هذا في عن الله سبحانه وتعالى كيشو حدثك قبل سنة وكل اللي ودي حدثك الصلاة والصلاة على المنبر ما بكلوت كان عيد وصلى صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وكنت كذا مرة تمر على المنبر منبره كنت كذا وفي رواية كلو واحد أنه منبركو ذو ثلاث درجات صدح ترانجر لها صدح الصيف والعيال الزاروية فقام واستاغي عليه النبي وحضر استاغي منبركي فكبر الله أكبر بوجري وكبر الناس نذكر نوية تكبير سلام وراه قداشيسا وهو النبي وعلى منبر منبر كسارا ثم كبعد ركع النبي وركوع وهو النبي عليه منبر كسارا بكل ركوع ثم رفع النبي وركوع وكسر كرنغ دويا وسمع الله لمن حمد يري مركو سمع الله يري فنزل النبي وسودقي القهقرة قدال قدال النبي وسودقي حتى انت سجد والنبي كسر جودي في اصل المنبر منبرك سلكس ثم بعد عاد قعد لبعض النبي هو لابطي ومنبرك بكل لابطه فولي فصنع فيها النبي هذا كسمي كما صنع سدو سمي وكله في الركعه الاولى قعد لبعض سدو سمي قعد هره سدو سمي وكله اي النبي وتي لبعض كسمي منبرك حتى فرغ الى النبي كفاروق من اخر صلاته صلاتيسا انت ودمسي ثم كبعد النبي مركو دمي الصلاه اقبل وحو سو قابلي
على الناس دتك بسوا قابله فقال وحيري يا أيها الناس تدو إني صنعت هذا أرنك أنا وح أسمي لتأتموا إلى قضيتان بي أنا قضيتان ولتعلموا إلى برتان صلاة صلاة هذا حديث البخاري مسلم وري السترة ووجوبها سترة إيه واجب نمد هذا السترة ووجوبها سترة إيه واجب نمد هذا سترة وحلي يا غف مركو تكنا يه هرتي سوحة ودقو ضدك السجال عشو أم وح وقتها ميورتيس أما دربي هالنقطة أم قوري هالنقطة وح وطار دكتي هرتاد يلا أو صلاة دا ضدك هرتاد مرة كي عشان يسويها سترة داس ووجوبها أرجع ووجوبها وح كتوسها إمام الباني رحمه الله تعالى شيخ الباني الله هنا حريسته إنه كتكي إنه واجب تاعي إنه كتكي إنه واجب تاع سترة داسي واجب دا مغشنا واتقانا كما تذكرت وياه لكن علماء الخير كنوا حليهين واجب معه وسنة وياه وكان وحوها صلى الله عليه وسلم نبي وحوها يقف مد استاق قريبا ملؤ من السترة السترة ديس وحوه تسلقها وياه فكان بينه وبين الجدار نبي يجدارك نحرض وحاها ثلاثة أدرع صدح رؤون بس دربي بأوتو كنيسة أو ميس بأوتو كنيسة أما رجح بأوتو كنيسة أما قريب بأوتو ديال أما كرلي بأوتو ديال وحكس دبك السوقات هذه يوحو بأوتو ديال أوتو كنيسة صدح رؤون بأوتو رؤون وحليا انت أصبر يا انت هذا رؤون لها صدح رؤون بأوجرتها مركنتي هذه يدربي أوتو كنيسة صدح رؤون بأوتو بين موضع سجوده نبي ميش سجوده وجهك لقاه أيوه يول جدار الجدار كي وما تغطيس أهانا وحود حيا ممر شاه نف أري مير مريكره أري مريم بود حيسة ممر شاه أري مريم بود حيسة مير أري مره نف أري مير مريكره أيو بود حيسة ماذا قدر يعني أنت هالليل بود حيسة ماذا حمل شو ليجايو يو يعني صدر ديسة قدر أنت هالليل بود حيسة يعني نف أري مريكره وكان يقول أرتكامك علي وكان صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام يقف مد استاق قريبا مدلو من السترة السترة مدلو فكان وحوها بينه إساقية وبين الجدار دربي النبي قلت كان يوحى حي ثلاثة أدرع صدح رلن بود حيسا وبين موضع وبين موضع سجوده ماشو سجودي سأولدقا أيوه وجقا لقا أيوه يو الجدار يدربي السترة هو حول حي ممر الشاه أري مريم نف أري ميرو مريكرو أيو الحس وكان يقول نبي حرنجري لا تصلي إلا إلى سترة لا تصلي هو تكن إلا موي إلى سترة سترة موي ملك له تكن ولا تدع هكتن أحدا قف يمر مرا بين يديك ارتاد فإن أبى هدو ديدنه فلتقاتله لدر فإن محو قف كان وحا معيسى هذي قرين شيدا معيسى هذي شهدان بالله سعود الله تقال حديث كان وحب ليه النبي صلى الله عليه وسلم وليقى ميلان صدر الله هوتوكن صدر الله هوتوكن قفرت هذا المرأة ينهى الدين فإن أبا هدي قفك سديده هو عرس من الباد بعرس وكاد جوك سنواي فلتقاتله لدرر فإن معه وحا معيس هذا قرين من الله حريره شهدان بسوري حي الحديث كان حتصايا قفك ورت هذا المرأة ينهى كعرسه iskaalisu hadii uu diido inay ku banaantahay hal dirto marxayda hadii uu diido inay yaani ku banaantahay ayaa maaratay laga qadanayo way yaqulu nabiga kaleey salaatu wa salaam wuxuu oran jiray idaa salla ahadukum qofki markuu tukanayo ila sutrata sutra markuu tukanayo falyanmi minha hu dawaad qofku markuu sutra tukanayo hu soo dawaado la yaqta yanu gooni الشيطان والشيطان عليه دوشيسا يانو قويني صلاته وصلاته سيانو قويني لا يقطع يانو قويني الشيطان والشيطان عليه دوشيسا يانو قويني صلاته وصلاته قفكي مركو تكنا يصدر هذا هو صدر لما ربو يعني شمت الله ولحت الله بدربي أه إنا ترى صدر هو ودو صدر هذا هذه الدربي وحنا بينا حيث محي صدح بلوم بينا حينيس ودو مرك هذيك الشهدان بق سادة الجوينية، وكان أحياناً من مركا قار كونا يتحرر الصلاة نبي والصلاة وحوك كل ذلك جري عند الاستوانية
تيرك الله تيرك في مسجده مساجد سيالة استوانا وحي تيرك ويان. وكان أحيانا مرك قاركوت يتحرى نبي بوحي كل ذلك جري الصلاة الصلاة عند الاستوانة تيرك أكتوضا الله تيرك أسوى تيرك أسوى في مسجده مساجد كيزة الهديسة هذه وسوق لأي النبي عليه الصلاة والسلام مساجد تيرك سيكسون سنايا من البنانة اسكتها لمروا من البنانة إن السورة مربوح لوبة هيا ويا وأطنت المعنى بعض العلماء يقول إن واجب تهيبا محل الصمري مركا هدي أنا مساجد كنت كان مل بنانا عاد مثلا مل بنانا كنت كان سؤال سدرة والله بهن يدنا هذا بنا كنت كان يصير ومساجد كلية ما هنا سدرة والله بهن وكان إذا صلى وحى النبي عليه الصلاة والسلام مر كنت كان يو في فضاء مل بنانا مر كنت كان يو ليس فيه شيء أو حبا هين أو حبا هين يستطير به وحاس سكوت ترى وحسكو أسطر هذين ماشكو أونلاين قرص وح لو تلارج لو مدجري بين يديه هرتيسة حربة ورم تراول ولا تراول والله ورم أما تراول وكان النبي وحى إذا صلى مركو تكنيو في فضاء مل بنانو كنت تكنيو ليس فيه شيء ماشها سوء دحديس أنا هين شيء أما وح أو يستطير به أسكو أسطره صدره كله تاني ماشى أونلاين قرص وح لو مدجري لو قط مدجري بين يديه هرتيسة حربة ورم أما أقول يعني وحوي ورم هو أقول وحوي أفكار برضو من كل ويا أما ورم بقى فصلى إليها حق يد أيو تكني والناس صدتكن وراءه قداش سهين وكان وحها مرك قاتل يعرض مد يعني اللي حيبوها سو اللي قدبه مد قدبوها راحلته نفكيس وساريها نفك وساريها أي سو قد بجري فيصلي إليه حقيقة تخرج المرك نفك وضع مثلا صار نفك وضع نفك قالوا ساريها النبي قال السلام نفك قالوا ساريها نفك أنتو فريسي أي سو قد بجري حقيقة مرك تخرج أمركم ميل بعد ذلك جوابي النبي عليه الصلاة وهذا أرنك سنة خلاف وحوي وكد وانتهي الصلاة في أعطان الإبل الصلاة الصلاة في أعطان الإبل قيلوا ميشو فريس تلقوتو كناي نبي وهلبو صارنا هشي بفريسي بنا نولي إحنا هشي بنتو سأقود بي بوتو كده حقيقة يعني مركز سي أي ميشو قبحضو وحاجرة حديث دي ديسة إن لقوتو كده قولها يعني قيلوا ميالها قيلوا فريس تهميكي إن لو قلت كذا لديه مركة تاسوا كده وانت تنه ماشوا قالوا فرسان جرا ما هاي نبي وهاش إساعي تو فريسية قد بيوي مركة سو سترى وريكتو تام يعني معناه ذو ماءها إنا وكنت وين كرتيد حرادة جاء لما أقول مركة قالوا ماشوا فريسية لو قلت كده وهذا أرهن كان نبي وسميه وهاش يسير تو فريسية إنه قد سي قد بقول لغي وحقيقة قلت كذي خلافه وكده وانت ويه الصلاة والصلاة دي في عضان الإبلي ماشي قالوا فريسية لو قلت كناي فإنها أرجع سجع نهى عنها نبي وارب نبي عليه الصلاة والسلام وارب ماشى قلت كذا يعني ماشى قالوا فريستين قلت كذا نبي وارب مرك أرن كاني ما أهم هذه النبي وهاش ينتو فريسي وسجد بودي جاي جد بودي جاي وحقيقة قلت كنا تام عليه ما أها إيه بنان تاين لو تكن كره ماشى قالوا فريستين قلت كره أحاديثنا هني سجد أرجع سجع وأحيانا مرك قار كنا كان النبي وحها يأخذ مد قاد الرحلة كوره قاد النبي رتيه كوري سقاد جري فيعديله ما كان النبي قال ساس توسنجر مرك ما مرك قار كنا النبي رتيه كوري جدو سوق هذا بس أنت أتوسيه فيصلي النبي وأنتو كجري إلى آخرة ماشية الدم النبي وأنتو كجري ماشية الدم أيوم رتي أنتو سوق هذا كورها أما هيريا ذا رتيه سارا أما هذا صار أنت سوق هذا أي سؤال يجي لمرك توزن لمرك وفي أنت كنجر حقيقة سوي حقيقة جرتاي كورها قداشيس كورها قداشيس وكان يقول نبي وحورنجري إذا وضع مركو لقى أحدكم قفكين بين يديه هرتيس هذول لقى مثل مؤخرة الرحل سدى وح لمده كورها قداشيس وكله كوره وحليه هاي رتيق صار صاره هل كان دمو دبركه وواحد جرى قري ساوسو تاغنوا
قفك دبرك السعلية جرا مركو قفكين هادو أتوك هذا قرقة سجعة أو كورها كداش سكوي يلا هادو يعني هرتيس صديقته فليصلي هوتوك هذا ولا يبالي يانو أبيال من مر قف مرايا وراء ذلك انت وحك الشيء إذا وضع مركو رجع هادوكم قفكين بين يديه هرتيسة مثل مؤخرة الرحل هيريدا أما كورها لصارو رتيقة أما فرس لصارو كداشيس قريو كي يالا هادو هرتيسة لكتو فليصلي هوتو كدو ولا يبالي يانو أبيين من مر قف مر وراء ذلك انت وحك الشيء وحلق وضع هذا كوري سوقاته هلك دكتور دلك ميلها مرايح ما كان مكنادي دلك هالشيء هرتي هذا مرايا او صدره هذا كشيء وحما كان مكلي وصلى مرة النبي مر النبي وحوت كذا الى شجرة قد حق بتو كذا وصلى النبي وحوت كذا مرة مر النبي وحوت كذا الى شجرة قد حق بتو كذا وحا حديث تو كان شيخ وحا ويان انه ميل مريو صدره ذا ويان وكان أحيانا ممرك قار كون يصلي نبي عليه الصلاة والسلام وحوت كناي إلى الصرير صرير صرير حقت بوت كناي وعائشة عائشة وعائشة عائشة رضي الله عنها مضجعة عليه صرير تجفت دشيا مضجعة أي تامد جفته عليه صرير تدشيا نبي عليه الصلاة والسلام ممرك قار كون صرير ت عائشة أي كجفت حقت بوت كنجري أو محوك كنجري صدر كنجري وكان أحيانا مرك قار قد يصلي النبي عليه الصلاة والسلام وحوت كنجري إلى السرير السرير تحقيه وعائشة وعائشة عائشنا رضي الله عنها مضجعة أيتامي جيفت عليها يعني سرير تدشير وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع ميدان كتجن شيئا شيئا يمر مرايا بينه السجية وبين صدرتي السجية صدرة ما شو له حيسه وحكى استوى مرايا النبي كم يعني أم أقولان جل إنما شمره كما تجد منا وحلا جوضا وحكستوا مرعي وكعلج أم أقولان جل وكان وحى صلى الله عليه وسلم لا يدع منها كتجن شيئا شيئا ويمر مرعي بين هرتيس وبين صدرتي السقي الصدرة الحوضة وح مرعي كما تجد النبي كما تجد جلنا وسكعلج ويا فقد كان يصلي النبي وحى منو تكنيه إذا جاءت مركي تيم الشات الناف أريايمي نيف كاسو تسعى أرديسه بين يديه هرتيس النبي عليه السلام النبي قلت كنيه أو هرتيس الصدر طالبا نيف أري أرديه كصومر مرك أو حد معينه خالد أحمر النبي قا يه صدر ذي تيو مرك حد الشيء النبي قلت حسين مرك النبي مرك حسين أي أنت عندك شيء قرط أرك نيف كيو صور دايب والنبي هرو أرد مرك وعلوش يسوي كل دجي دربي هرتيس هاي بريش نيف أري عمرك كداش صومر صومرت مرك وحل الدون يا وحكة استهترت مريها وكلان. فقد كان يصلي وحى منه تكذبوها إذ جاء متو كان يبوها إذ جاءت مركي تمشات النف أريايمي تسعس أردية بين يدهرتيسة فساعها إيه سابقها نبي ولدك دقي ومفعل ويا من السعي نبي ولدك دقي مرك سنهرو أردة أرغاقي حتى انتي الزق او كدجيي بطنه عالوشيسا بالحائد دربي بكودجي ومرت وحي مرتي هاش نيفك اري اوداي من ورائه كداش مرت صدردي هلكاسه بنيف تران سوردو مره نبي هرو صودي صدردي سي ايو علوشا وصار مرك كودجي نيفك اري غدال بو مره سو مرتو او كلا نبي عليه الصلاه والسلام صدردي سي سو خله مره وصلى النبي جوا تكذى صلاة صلاة بو تكذى مكتوبة أو فرض أه فضم النبي جوه ضمي ما لي ما المها كم ده أي النبي عليه الصلاة والسلام سقط تكنا صلاة كجرة سقط تكنا يا النبي عليه الصلاة والسلام صلاة كجرة أيو قعميس ما نساسير يعني قعميس يسوقي النبي عليه الصلاة والسلام مركو يسوقي النبي عليه الصلاة والسلام فلما صلى مركو النبي قلت كذي بيقالوا وحي رادين يا رسول الله رسولك إله يو يا رسول الله رسولك إله يو أحدث في الصلاة شيء أحدث موحبا كسو كري في الصلاة الصلاة لحيدي شيء ميا كسو كري ولا يا مرك رسولك إله يو
salaada dhexdeeda ma waxba ku soo kordhay. Qaala nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi marka say soo tilmaan markay kabaha soo mareen oo kale haddii wax cusub yimaadaan yani waxay moodeen waxay cusubina soo degay lana xilliga iyada waxaygii baa soo degaya. Nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo salaad ku jira buu gacmaha saasiyay. Markii la tukada waxaa lagu yidhi axadaha fi salaati shay-un rasuulka ilaahay salaadda ma waxba lagu soo daray maanta. wax cusub miya saas wax la oranayo miya oo la jiday miya. Qaal nabigu wuxuu yidhi laa ma yabin ilaa mooye anna shaytaana shaydaan baa araada doonay an yamura bayna yaday, shaydaan baa wuxuu doonay an yamura inuu maro bayna yaday horteedna maro. Fa khanaqtuhu waan ceejiyey xataa wajadtu ila aan helay barda lisaanihi carabkiisa qabowgiisii calaa yadii gacanta dusheeda. Marka qofka dhuunta la qabto carabka soo dhaca. Marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi shaydaan baa horteeda stamcay inuu maraho salaadeeda igooyo waan qabtay. Marka fa khanaqtuhu waan ceejiyey xataa wajadtu ila aan helay barda lisaanihi carabkiisa qabowgiisii baa waxaan ka helay calaa yadi gacan dusheeda carabka soo dhacay. Marka la tukanayo saa gacanta wuxuu u yiri waxay ahayd shaydaanku ceejinaya buu ahayd. Nabiga marka dhaar buu wuxuu yidhi waymullah wa aymullah ilaah baan ku dhaartay lawlaa maa sabaqanii ilayhi haddaan iga horumari lahayn akhii sulaymaan walaalkii sulaymaan haddaan iga horumari lahayn lartubita waxaa lagu xiri lahaa shaydaankaas ilaa saariyatin tiir oo min siwaari almasjid masaajidka tiirarkiisa ka mid ah xataa yutiifa bihi ilaa ay ku wareegaan wildaanu ahli lmadiina magaalada madiina caruurteeda ay ku wareegaan. Marka wuxuu yihi haddii aan nabiyullaahi sulaymaan iga horumari lahayn shaydaan jinniga intaa soo qabtan waxaan ku xiri lahaa tiirka. Laakiin nabi sulaymaan baa ilaahay wuxuu weydiistay wa aayadda uu tilmaamay nabiga calayhi salaatu wasalaam qaala rabbi ikfir lii wahab lii mulkan laa yanbaqii liaxadi min bacdi innaka anta alwahaab oo nabiyullaahi sulaymaan u lahaa weeyaan. Qaala rabbi ikfir lii ilaahay ii dambi dhaaf wahab lii mulkan nabi sulaymaan baa oranaya ilaahay waxaad ii hibaysaa mulkan boqortooyo laa yanbaqii aan u habboonayn liaxadin min bacdii qof aniga dambeeya. Nabiyullaahi sulaymaan haddaanu saa oran lahayn waan soo qaban lahaa tirarka masaajidkan ku xiri lahaa oo waxaa ku cayaari lahaa caruurta magaalada jirta ayaa ku cari lahayd. aan ku celiyo sallaa salaata nabigu salaad buu tukaday maktuubatan oo sunno ah ayuu nabigu tukaday fa dama nabigu wuxuu ururiyey saa usoo dumay iyadahu gacantiisa. falamaa sallaa nabigu markuu dhammaystay salaadii qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuulallah rasuulkii ilaahayow axadaha shay-un waxbaa soo kordhay axadaha shay-un fi salaati salaada dhexeeda waxbaa kusoo kordhay lagu soo daray. qaala wuxuu yidhi laa may ilaa mooye anna shaydaana shaydaan baa araada wuxuu doonay an yamura inuu maro bayna yaday shaydaan baa wuxuu doonay horteeda inuu maro. fa khanaqtuhu waan ceejiyey xataa wajadtu ilaa aan helay barda lisaanihi carabkiisa qabowgiisa in la helay carabka kasoo dhacay carabka ku dhacay gacanta nabiga dushiisa. marka carabka qabowgiisa waan dareemu nabiga calayhi salaatu wasalaam leeyahay waxay ka mid tahay arrinkaasi mucjizaadka nabiga calayhi salaatu wasalaam. wa aymullaahi waa igu dhaar ilaahaye lawlaa maa sabaqanii ilayhi haddaan iga horumari lahayn akhii sulaymaan walaalkii sulaymaan waa nabi sulaymaan weeyaane haddaanu alla iga horweydiisan lahayn inay boqortooyada isaga keliya u ahaato lartubita waa lagu xiri lahaa ilaa saariyatin derbi waxaa lagu xiri lahaa tiir oo min siwaari almasjid masaajidka tiirarkiisa ka mid ah xataa intii yatiifa bihi ay ku wareegaan wildaanu ahli madiina caruurta magaalada madiina ee maalintiisa u cayaaraan ku wareegaan. faman istataaca qofkii awooda anlaa yaxuula inaana kala dhex marin baynahu wa bayna alqiblati isagii qiblada axadun qof inaanu kala dhex marin qofkii awooda falyafcal saha sameeyo waa dardaar cajiiba weyaan. faman istataaca qofkii awooda an laa yaxuula inaana kala teedin baynahu isagii wa bayna alqiblati qiblada axadu inaanu kala teedin qofkii awooda qofkii awooda inaan qofkii kala teedin oo kala dhex marin isagii qiblada falyafcal saha sameeyo taa macnaha waxa way iska celi intaa iska celin kartid weyaan. wa kaana yaquulu nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa mid yidhaahda buu ahaa idaa sallaa axadukum ilaa shay-in yasturuhu min annaasi fa araada axadun an yajtaasa bayna yadayhi falyadfac fii naxrihi
وليدرأ ما استطاع، وفي رواية فليمنعه مرتين، فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان. إذا صلى أحدكم قفكين مركو تكنيو إلى شيء شيء حق سؤ تكنيو شيء قاس يستره إسجعل الله يوم من الناس دتك قفكين هدو تكنيو شيء صدروه ودتك إسجعل لنا يوم هلك أطاله أو فأراد أو دور أحد قف أن يجتاز إنه قدبه بين يديه ورتيز تير بهلك عليك تهرتاع دام ميس باريك تام كرسي أو تكنيسيد هدي قف هلك صوم ورضع إنه قدبه فليدفع في النحر هلك قرتيسة بصوق من سو الرحيسة هلك قرتيسة بصوق من سو الرحيسة وليدرى هعشو ما استطاع أن تقف أوده أنت أوده إسكعلي. وفي رواية روايتك لو حليت هاي فليمنعه هوديده مرتين لا بقول هوديده فإن أبى هدي وديدنا قفكاس أو يعني كسوك كناده أو مركز تاد على السود الرجل ماشى مرربه فليقاتله للدر فإنما هو شيطان قفك إسيا شيطان وين يقول ليه قفك اسمه مرايا أو رأينه قد بشيطان وين وأنا بري عن جوني من اللي رجله وتانجو أو كان يدا سيد أبو ضيال كذا عم ساجد ننتو كنا يبا نصومر مرك حدث كاسو سو آخر استمرك هل كان لون تان سكابو مرك سو نيكو حكول رفت بهل كعنا صاو رفت مرك هل كان لون تان رفت نيكو واحد نصو واحد حنا هذا حنا وقت تكل نيكو تكنا نيكو ماشي مرك رغبت وين وقت تقال مرك أريمه نوع عصو كلا سفر سميسن إن هذا يعلي سوي قفك ما هنا قفك يبحول فتو دقال مش كي بعض ما إلا قفك مركو سوكا كان هذا وكو أركو وديده ده مركو حديث كقانا زا فإن أبا هدو ديده قفك وكان نقضه فليقاتله إذ دقال بإيمانا يه فإنما هو شيطان قف شدان ويا مركو اسكي علي ويا مركو حيالا غير عاقل كا يغا سيقار الورق ما مثلا عرورتو كلايو إن حوله أريقي نيف كريدي مش برايو كلايو قاب كاسو قد دو حيالي سنكري إنا سمي سويا وكان يقول نبي وحي رنجري لو يعلم المار هدو أغان لها كان مرايا بين يدي مصلي قفك تكني هرتيس ماذا عليه واحد وشيسا هذا ودبئه هدو أغان لها لكان قفك سموح أهان لأن يقف إنو التقران دمشيسا أربعين أفرت إنو التقران ده بخير لو وخير بضان من أن يمر إنو مره بين يدي هرتيس بخاري مسمع الزوصاري حديث سنكو علي حديث كان وحي ليه حي وكان يقول نبي وحي رنجري لو يعلم المار هدو أغلها هدو أغان لها قفك مرايا بين يدي المصلي قفك تكني هرتيس قفك تكني مثلا قفك تكني هرتيس قفك مرايا قويني هدو أغان لها ماذا عليه توشي سواح أحده الدمي هدو أغان لها لكان أن يقف أربعين إنو استغنى ذبي أهان لها أفرتم لكان وحي أهان لها أن يقف إنه يستغل أربعين أفرطا بها خيرا لو وخير بضان من أن يمر إنه مر بين يديه قفك تكن يرتيس أفرطا كازم أفرطا بلود بأ أفرطا سنمية أفرطا سنمية تغنى تمشاد بقوك غفي عن دم بيقول رعاية مر قف تكن يرتيسين أمرت دم بويا هذا قصي إن آياتنا كبس درنب صوت النبي هو كحل لنا وحب لي أفرطا إنه تغنى سنبا أفي عن بصناك سوغاب أفرطا إنه تغنى أفي عن مجلس انتو مر لها تمر عاية مرك انت هسنكو سوكا بكبين العاونة والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وجزاكم الله خير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.